بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حلف 981 فول 2، حيث سوف أشرح لك في هذا الفيديو طريقة دمج يعني مصادر كثيرة للإنترنت لكي تحصل على سرعة كبيرة على حاسوبك. سرعة إنترنت بطبيعة الحال كبيرة، فمن خلال دمج مثلا المصدر الإنترنت الذي يأتي من الراوتر، ثم دمج أيضا مصدر الإنترنت الذي يأتي من المودم، أو مصدر الإنترنت الذي يأتي من شبكة خاصة بجاري التي أعرف لها يعني كلمة السر الخاص بها. طبعا دمج جميع هذه الأشياء في يعني واحدة إن صح التعبير لكي تحصل على سرعة إنترنت كبيرة. فهذا كله يعني يوفره لنا يعني برنامج يدعى كونكتيفاي ديسباتش، يعني البرنامج الذي هو تابع للبرنامج المعروف كونكتيفاي الذي يقوم بتحويل الحاسوب إلى موزع الإنترنت. طبعا كما ذكرت يعني نقوم بالربط والاتصال بجميع يعني هذه المصادر، مثلا ربط الاتصال بالشبكة الخاصة بك الذي يكون يعني مصدرها الراوتر بمثلا ملتقط الشبكة الخاص بحاسوبك، ثم أربط الاتصال يعني أيضا بالمودم يعني على حاسوبي، ثم أيضا أربط إذا كان لدي كما ذكرت يعني شبكة خاصة بجاري أو شيء من هذا القبيل، أقوم بعمل كونكتد بها يعني بكارت شبكة خارجية مثلا كألفا أو شيء من هذا القبيل. ثم عندما أتصل بجميع هذه الشبكات أقوم يعني بدمجها إن صح التعبير عبر البرنامج الذي سوف نتعرف عليه، وهكذا بعد دمجها سوف أحصل على سرعة إنترنت يعني كبيرة وخرافية على حاسوبي أحبابي في الله. بالتالي سوف تقوم بتحميل البرنامج أولا من الموقع الرسمي، تضغط على الداونلود ثم اضغط على الداونلود هنا على أساس تحميل البرنامج. قم بتثبيت هذه الواجهة الرئيسية الخاصة به أحبابي في الله، ننتظر حتى يفتح معك. بعد أن يفتح معك فكما ذكرت الحين لديك شبكتك الخاصة تعمل بها يعني كونيكتد، مثلا الراوتر يعني الشبكة التي يكون مصدرها يعني الراوتر، فتعمل كونيكتد في حالتنا شخصيا بكارت الشبكة الخاصة بحاسوبك، أو من خلال الكيبل يعني من خلال الكيبل نربط يعني الحاسوب بالراوتر أحبابي في الله من خلال الكيبل. ثم لو كانت لدي شبكة أخرى مثلا خاصة بجيراني، أقوم بالاتصال بها بكارت شبكة أخرى يعني مثلا ألفا ويفي في حالتي أنا شخصيا. سوف أعطيكم نموذج، مثلا الحين سوف أستعمل أنا شخصيا ألفا ويفي مثلا في هذه الحالة كما تشاهدون، يعني سوف أقوم بربطها بالحاسوب أو ربط يعني ملتقط شبكات ألفا ويفي بالحاسوب، وهكذا يمكن لي أعمل كونكت بشبكة أخرى خاصة بجيراني. يعني سوف مثلا تظهر لي ويفي 2 هنا، ثم ويفي هو الخاص بالحاسوب يعني كرت الشبكة الخاصة بحاسوبي، وويفي 2 هنا يعني هي كرت الشبكة الخاص بالألفا التي ربطتها قبل قليل. بالتالي إذا ظهرت لي شبكة أخرى أعرف كلمة السر الخاص بها أعمل كونكتد بها. لكن قبل عمل كونكتد بها يجب عليك كما تشاهدون عمل الضغط على ستارت للبرنامج. بعد الضغط على ستارت للبرنامج ننتظر حتى يضيف كما تشاهدون الشبكة التي أنا شخصيا الحين متصل بها كما تشاهدون عبر الواي فاي، يعني عبر كارت الشبكة الخاصة بالحاسوب عمل كونكتد بها. ثم إذا كانت توفرت يعني على شبكة أخرى أعمل كونكتد معها. سوف أعطيكم نموذج على نفس الشبكة التي عملت بها يعني يعني كونكتد بكارت الشبكة الخاصة بالحاسوب. سوف أعمل بها يعني اتصال مرة أخرى بكارت الشبكة الخارجية ألفا، وسوف تشاهدون بأن البرنامج سوف يضيفها هنا أحبابي في الله، رغم أنها نفسها يعني فسوف يضيفها. بعد أن يضيفها سوف يشرع البرنامج في عمله أحبابي في الله. كما تشاهدون تمت إضافتها، ومن المفروض يعني لا تكون باللون الأحمر، هي باللون الأحمر لأنها نفس الشبكة أحبابي في الله، فأنا لم أتوفر على شبكة أخرى فهي نفسها.
كما تشاهدون. إذا كانت شبكة أخرى سوف يتم إضافتها باللون الأزرق، وهكذا سوف يقوم عفوا البرنامج بدمج يعني الشبكتين معا المختلفتين. فإذا قمت بربط أيضا الحاسوب بالمودم سوف يظهر هنا الشبكة، اسم الشبكة التي يعني ربطتها، ثم سوف يقوم بدمجهما معا أحباب في الله بالثلاثة أو الأربعة على حسب يعني الشبكة التي أنت تتوفر عليها. وهكذا سوف بعد تصفح الإنترنت سوف تشاهد قوة كبيرة جدا وسرعة كبيرة جدا أحباب في الله، لأن البرنامج يدمج جميع هذه الشبكات التي عملت كونكتد مع أحباب في الله على حاسوبك. بهذه الطريقة وعبر هذا البرنامج الرائع يعني سوف تستفيد إذا كانت لديك مصادر كثيرة من الإنترنت في دمجها جميعا والحصول على سرعة كبيرة ورهيبة جدا. أدعوك لتجربتها إذا كانت لديك كما ذكرت يعني مصادر كثيرة للإنترنت، بأن تستعمل البرنامج ولا تتردد بطبيعة الحال في استعماله حتى تستفيد من سرعة الإنترنت الكبيرة من المصادر التي يعني ربطتها جميعا أحبابي في الله. أتمنى أن الدرس قد أفادكم، لا تنسوا مشاركتي مع أصدقائكم والضغط على اللايك لمساعدة دائما قناة حوحو، وأيضا زيارتنا دائما على موقعنا دول فيديو لدول بونتيغلا 5.com، والإدمان بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1984فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.